نفس هذه الخطى بتتم في قطاع السياحة اللي بيستعد دلوقتي علشان موسم العمرة، خاصة وإحنا داخلين في أيام مباركة وبيكون فيها إقبال كبير جدا على العمرة مع دخول شهر شعبان ورمضان. كل سنة وحضراتكم بألف خير. علشان كده وزارة السياحة وضعت شروط وإجراءات وقائية لضمان سلامة المعتمرين وراحتهم يعني خلال رحلة العمرة. إيه هي الشروط دي وإيه هي الإجراءات للمتقدمين والطالبين لعمل هذه العمرة؟ هو ده اللي هنعرفه من خلال التقرير التالي. شركات السياحة بتستعد لانطلاق موسم رحلات العمرة خاصة في شهر شعبان وشهر رمضان، وده بعد فترة إغلاق طويلة فرضها فيروس كورونا. وزارة السياحة وغرفة شركات السياحة بتستعد في الوقت الحالي وبتكثف جهودها علشان تطلق أولى رحلات العمرة. الجهات المعنية والمسؤولة عن رحلات العمرة خرجت بمجموعة من الإرشادات والضوابط للمعتمرين علشان يحافظوا على صحتهم ويلتزموا بالإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان سلامتهم وهم بيبدأوا العمرة. وبعد ما تم الإعلان عن عودة رحلات العمرة مرة تانية، تم فتح باب الحجز لتنظيم الرحلات قدام شركات السياحة اللي عندها رغبة تشترك في الموسم الحالي، وده من خلال الموقع الرسمي لبوابة العمرة. الشركة هتدخل على الموقع وهتقدم بشكل إلكتروني، والإجراء ده اتعمل مخصوص لمنع السمسرة أو العمولات. أما المعتمرين فممكن يدخلوا على البوابة الرسمية للعمرة ويستعلموا عن تفاصيل الرحلة، وكمان يستفسروا عن قيمة الرحلة على البوابة الرسمية للعمرة.